إذن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني. لأن مدام رب مربي، شوفوا بقى ولله المثل الأعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا إلى الإنسان مع أبنائه، مع أنه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والأم تتحمل المشقات مش كده بطاقة الحنان، والأب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. الله، دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش. الله، إذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب إليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه إيه؟ لسه في شوف القدر. والمريض حتى، والغائب حتى يعود. يبقى إذن إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقه، وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب، وعطف علي هذا الإيه؟ العطف، وتعبا لأرتاح، وشقيا لأسعد. ولذلك ربنا بيقول إيه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة، زي الابن ما زي الأب ما ابنه إيه؟ يقسو عليه كده. وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في ايدك كده واسترضاني ومش عارف ايه، او ربنا يقول الله افرح بتوبه عبده المؤمن، من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. بعيره اللي هو له انفلت منه وشرد، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبه عبده ورجوعه الى ربه زي ليه؟ لانه صنعته، لانه صنعته، وما دام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك انا قلت لكم مره إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون إيه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي إيه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيؤدي مهمته. انا قلت مره، هل قالت الشمس مره انا لن اطلع اليوم على ابن ادم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوا؟ هل الحمار لما جت تركبه او تشيله سباق قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجه سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك كده. اما ايه الحكايه؟ الخيبه جايه في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يزل. يقوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن ادم. انا قلت لكم ان الانسان السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه؟ كسفا على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. طيب والارض قالت لي يا ربي اذن لي ان اخسف بابن ادم، طعم خيرك وايه؟ ومنع شكر. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه. اتركوني وعبادي.
فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق. إنما كيفية أنه حق إيه مش ضروري تعرفه. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفت علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز اللالادة تروح اسكندرية، أم قال لي لمد؟ قال لي ليه؟ قال لي أنا ما أقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباقرة إلى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يقوم يربع على مين؟ وواحد تاني جيت قلت له روح اسكندرية، قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا، فراح بدون أن يسألني عن علة المرواح. يبقى الذي ذهب أولا للعلة والذي ذهب ثانيا للآمر أيهما مؤمن بالآمر؟ الثاني. إنما لو كان كل واحد هيأمن بحاجة كده يبقى انتهت المسألة، بقى أي واحد يقول خلاص تبقى المنتهت، يبقى مفيش للإيمان. إذن ولذلك التنصيص على الإيمان يأتي أولا الإيمان بالغيب، بالشيء اللي غيب عنك، لأنك لا تؤمن بما غاب عنك إلا لثقتك بأن الذي قاله حق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.